والليل بسوق الليل، اول ناس ساقوا الليل ديل اصحاب العجل، بعد ذاك الصوفيه ركبوا معاهم في الدفار حقهم، اول عطاله وعواليك، فهمت؟ قال فاول من احدثه اصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، نفس الشغلانين حقت الصوفيه يرقصوا حوله يتواجدوا. قال وأم فهو دين الكفار وعباد العجل. كلامنا دحر، امشي شيل فرارك ولاقي الامام القرطبي قل لي ليه تعمل كده، ليه تجرح؟ طبعا في واحد عامل فوق الواد حنين، فهمت؟ قلبك زي الاسفنجه، مش شيل فرارك وامشي للقرطبي قل له ليه تقول الكلام ده، وليه تنقل عن ابو بكر الطرطوشي رحمه الله امام المسلمين في ذلك الزمان. قال فهو دين الكفار وعباد العجل، ما في دين زي ده، ما في ذكر زي ده. قال واما القضيب اي النوبات فاول من اتخذه الزنادقة، ده كلام العلماء كده، اول ناس جابوا النوبات والبلاوي ديل الزنادقة. واحد يقول لك لا انت ما كده، ده ما ناسي، انا قاعد اقول لك لو لقيت كلامي ما صح مش راجع المصدر، فهمت؟ قال ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى. اسيب تلقى لك في فكيه بيقرا قران، بلا الصوفيه بقول لك لو قريت القران بالجن وبتفك الدرب، والرسول عليه الصلاه والسلام قرا القران والصحابه قروا القران فكوا الدرب يا صوفيا وسخ، فكوا الدرب. ربنا قال قد جاءتكم موعظه بتفك الدرب من ربكم، موعظه من ربنا تخليك تفك الدرب، وشفاء يخليك تفك الدرب لما في الصدور، وهدى ورحمه للمؤمنين. ربنا قال لك تفرح بالنعمه وتطبقها وتعمل بها عشان تنجي يوم القيامه، تقول القران ها يا صوفي تقول القران يخليك تجين. قال وانما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كانما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم عن الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد نحن مش مجسددين، أجدعنا برا هناك، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. مش كده كمان، ما تأجر له ولا تجر له كهرباء، كله ما بجوز والله حرام، ما ده قال لك ولا يعينهم على باطلهم ولا تشتري منه، عشان ثلاثة موالد أربعة موالد يلقى الشغلة فلست امشي شوف له تجارة ثانية، فهمت؟ قال هذا مذهب مالك، ده ما نحن، ده الإمام الطرطوشي رحمه الله، ونقل الإمام القرطبي رحمه الله. قال هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق. مذهب الصوفية بطالة والله، تاني بعد ده نجيب لك لايف، فهمت؟ نجيب لك لايف تاني مباشر. مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة والرقيص في الذكر، هذا دين الكفار وعباد العجل. من قال ذلك؟ هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. من نقل هذا الكلام؟ الإمام القرطبي. تفهم الكلام؟ شغلتنا نجيضة. تاني إلا تخترعوا، مش بيقول لك ديل مذهبهم خمسية، خامس ذاته حذفناه. بس هنا بس في الأربعة ديل رأيك شنو؟ رأيك شنو في الإمام مالك؟ في الإمام أبو حنيفة؟ وده اتكلموا عن حالة ما زي حالة الصوفية الآن، ما زيهم، ما زي الهوس اللي بيعمله الصوفية. ناس يجوا في الموالد شرك بالله ويجي يقول لك الرسول احتفل، احتفل كيف؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه. عشان كده نحن بنجيب الطارات والنوبات والدربكات والبدعات، كويس؟ نحن بنقول لك العلماء قالوا هذا الحديث رد عليك، لأن العيد في الإسلام لا يجوز صومه باتفاق المسلمين، حرام تصوم يوم العيد. الصيام مش عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. زول جسام يوم الأضحى أو يوم الفطر حرام عليه، فما دام إنه الصيام يوم العيد حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام،
هذا يدل على أن هذا اليوم شنو؟ ما يوم عيد، لأنه صيام يوم العيد شنو؟ حرام. بعد ذلك تلقاهم بيأكلوا في الزلابية 13,000 من حبات الزلابية في الخيمة بتاعت الختمية، قرضوها كلها دقيق سيقة ذاته، يمكن يكون الأيامات دي فيها أزمة، فهمت؟ غلوا الشغل على الناس، ما الأيام دي سكر ودقيق وحاجات زي دي وزيت وشاي لبن وشاي حب، تلقى الجماعة قاعدين، الدرويش يقوم ينطط ينطط ينطط، يجوع تاني يجي ياكل، تاني يقوم ينطط، فهمت؟ عشان كده نحن بنقول لك الدراويش ديل، انت لو زول بتفهم اوعى تسوق مرتك المولد، واحد تلقاه مسكين يقول لك يا سلام هذا المولد ودار امرك باولادي، اعلمهم محبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ يقوم يسوقهم للدراويش ديل، درويش مكمل لها صاج كامل بتاع زلابيا، تودي مرتك بكامل زينتها تمشي للدرويش، ودرويش عرقه هلول هلول، فهمت؟ زول وسخ له 12 شهر ما استحمى، منتظره من المولد الفات، فهمت؟ بياكل في المهيوبه درويش سمين، فهمت؟ دار له درداق عشان يتحرك، وانت مسكين مودي مرتك هناك يقول لك يا سلام، وحبا في المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبا في المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تجي محل البدع، ما تجي محل الضلالات، ما تجي محل الشرك، الشرك والبدع والكفريات القاعدين يقولوا الصوفيه هذه الايام في الموالد، دي ايام بتاعت غضب، شوف مع الاحتفالات تاعت الصوفيه دي الدولار طاير فوق، طاير فوق، كل شرك وكل بدعه طوالي، يغلى وتغلو الاسعار والحياه على الناس، لماذا؟ لان هذا الباطل والضلال الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والذي يسخط الله ويغضب الله جل وعلا، الان منتشر والان شغال بين المسلمين، عشان كده الدولار بيزيد والحياه بتزيد والاسعار بتزيد، فهمت؟ وكل مره تمشي لقدام، ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الناس بالنعم، وبعد ذلك يقول لك البلد ما فيها دقيق، ما كملها شفود دل، كملها زلابيا كلها وقراريص وهوس، فهمت؟ تجي تقول لي البلد غاليه، دل ناس ما شوف المؤخرين السودان النوعيات زي دي، دل المفروض يفصلوهم او يتصرفوا معاهم، يكلموهم الواحد يمشي يشتغل شغله، ولا انا فهمت؟ انا لو ربنا اداني سلطه شغلهم لك شغل المساجين دل، بس يعمروا البلد دي، فهمت؟ درويش تلقاه قاعد هناك 16 سنة قاعد مع الشيخ مقدم، إلا تجي زي ذاك القاعد في القبة بتاعت إسماعيل الولي، يجي واحد مجنون يطبحه، فهمت؟ ولا ذاك يجي واحد يقوم يطرده، إلا تجي مصيبة حتى يتخارج قاعد، ليه؟ لأنه دي محلات بتاعت شغل، ده المحل بتاع الفكيه، تقال الفكيه بيمشي يفتح له محل في السوق العربي ويأجر، ولا يمشي يشتغل على التالي، ولا يشتغل غيره، الفكيه بيجي بيشتغل بالدين ويغش المسلمين بالدين، فهمت؟ ولذلك يا اخواننا هذه الايام ايام سخط، والله نحن بنوصي جميع المسلمين، اوعك تمشي هناك، اوعك تمشي محل الباطل ومحل الضلال ومحل البدع، فهمت؟ وكل الدعاة الى الله سبحانه وتعالى نوصيهم بان يبلغوا التوحيد والدين للناس، وان ينتشروا في هذه الايام، وربنا سبحانه وتعالى يرفع قدر الانسان بقدر تبليغه لهذه الدعوة. أصل الناس ما تكل، والله الدعوة التي يقوم بها إخواننا جزاهم الله خيرا هنا وفي غيرها من الأماكن في السودان، بفضل الله دكت عروش كثير من أهل الباطل والضلال بفضل الله سبحانه وتعالى، والناس تشتغل، ربنا سبحانه وتعالى إذا علم منك الإخلاص ربنا بلغ، أشتغل ما تشتغل بالمخذلين ولا بالمخالفين. أخواننا، واحد من أخواننا أخونا الكلس شاعر الدعوة نحسبه كذلك، طلع له قصيدة في الدجال داك بتاع أزرق طيبة، أزرق طيبة بدي الجنة وبيسوي والناس بيمشوا له، ودوه في تركيا وقت هو بقى عيان، ودوه تركيا وجابوه طافي عين فانوسه بقى ما شغل، فهمت؟ الشغلانية حصلت الخنجر، بقى يقول ليه الوهابية يتنبروا فينا وليه يقعدوا يسخروا مننا، وما العلاج داير اسباب، ايوه العلاج داير اسباب، والمطر كيف؟ المطر كيف يا بليد؟ فهمت؟ ولذلك الدعوه دي الحمد لله بلغت الافاق، فالناس تخلص النية لله سبحانه وتعالى وتشتغل. اقدم الشيخ ابو بكر.